السلام عليكم. أنا في سوبر ماركت اسمه تسكو في مدينة سوانزي في بريطانيا، بس اللي جلب انتباهي انه في شغلة صارت مثل هسه تراديشنز، يعني عادة عند السوبر ماركتات البريطانية بيخلوا في مدخل السوبر ماركت عبارة عن عربات، طبعا هسه اليوم بس وحدة اللي هي مليانة كل المواد الغذائية، كل واحد يدخل السوبر ماركت وعلى قد إمكانيته يروح يشتري حاجة ويخليها بهاي العربة، واللي محتاج لاجئ سواء كان مشرد أو فقير أو أي كان، ما حد يسأل على هويته، تجي تشيل اللي تحتاجه وتروح تتوكل على الله وما حد يسألك. فيعني شوف الناس الله سبحانه وتعالى شلون ينعم عليها ويفضل عليها بالخيرات، وهي يوم على يوم تحاول تطور روحها وتترقى أخلاقيا ومعنويا وإنسانيا بدون مزايدات وبدون ما يسوون برنامج تلفزيوني إذا أنطوا الواحد علبة مربى أو كيس تمن وتطلع الفضائيات طعمنا فلان وانطينا فلان، ما كان لله.